يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه واقل من 48 ساعه بتفصلنا عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب. صعبه ولكنها مش مستحيله، وهنا بفتكر مواقف كتير جدا كانت اصعب بكتير جدا من مواجهه الاهلي مع فيتا كلوب، وبتهيألي ملاعب افريقيا كلها تشهد. ومش بكلم حضراتكم على اي ملاعب، انا بكلم على ملاعب الابطال، ملاعب تونس وملاعب المغرب وملاعب جنوب افريقيا وملاعب السودان تشهد. بكلم حضراتكم على عتاولة أفريقيا، الترجي والصفاقسي، الوداد والهلال، مولودية وشبيبة بلوزداد، يعني ماتشات من العيار التقيل وملاعب من نار. حضراتكم عارفين يعني إيه تلعب مباراة عودة وإنت خسران، أو وإنت محتاج تحقق نتيجة إيجابية، وفي أوقات كتيرة جدا محتاج تكسب فرقة زي الصفاقسي التونسي مثلا في نهاية أفريقيا وتعملها، أو تكسب فرقة بحجم الترجي، فرقه من اتقل فرق في افريقيا، او تكسب الوداد المغربي على ارضه، او تكسب او تتعادل مع الهلال السوداني في ظروف واجواء صعبه جدا وتكون فيها درجات التوتر اعلى بكتير جدا من مجرد انها مباراه في كره القدم. وعملناها، عملناها كتير قوي، وعملنا اصعب بكتير قوي من فيتا كلوب. الاهم ان الروح تبقى حاضره، مش طالبين غير روح الفانيلا الحمراء اللي بتظهر في وقت الوقت الصعب في وقت الشده، واعتقد انه احنا محتاجينها بشكل كبير جدا في مباراه. وهنروح بعيد ليه؟ ما احنا لسه كنا بنلعب الدحيل القطري على ارضه، واحد من اتقل فرق اسيا على ارضه، وكسبناه. بالميراس بطل امريكا الجنوبيه، وما ادراك ما امريكا الجنوبيه، كره البرازيل، ارجنتين، كولومبيا، وتشيلي، وبوليفيا وغيرها. بطل امريكا الجنوبيه بجلاله قدره ما قدرش يقف قدام النادي الاهلي، عشان كده بقول الرهان في المباراه دي على روح الفانيلا الحمراء. مساء الخير على حضراتكم. هنتابع طبعا على مدار الحلقه النهارده اخر استعدادات النادي الاهلي اللي بدات فعليا النهارده، ونعرف الاجواء في كينشاسا في الكونغو. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا ساره.